واش عباد الله شنو واش نخرج للفساد؟ ماشي كتشوفوا راه البنت كتماكي ولا كتلبس تقولوا راه فاسده. انا كنت خرجت وقلت بغيت نولي راقصه، بغيت نولي هذه، ولكن علاه وديت ماما باش تعالج ديك الكلمه ديال الراقصه؟ خداوها الناس بواحد المفهوم اللي غلط بزاف. سمعني باغا نولي راقصه، كيصيفط لي تصاوروا عريانين في الواتساب راه ماشي راقصه، صافي راه غنفسد ولا غنبيع لك الحمي. انا دابا كناخذ الدواء ديال الاعصاب في طريقكم. عباد الله انا كون بغيت الفساد ما غنجلسش حدا امي اللي مريضه، كراني خارجه للفساد، ما تشوفوش فيا انا، ديروني انا ما كايناش. هاد السيده هذه عباد الله واش تضيع؟ فين تمشي هاد السيده اللي مريضه بالسرطان؟ انا ما فهمتش، كيشوفك بنادم بحال هكا كيقول لها كتخرجي تفسدي، راه كتخرجي ما تقولش تحكموا على الانسان. شفتوني شفتوني كنفسد؟ هاد الانسان ملي تشوفوها خارجه ربي اللي عالم بها، ما تقولش تقولوا ليها الا بغيتينا نعاونوك صيفطي لنا تصاورك عريانه، الا بغيتينا نعاونوك ديروا ليك هادي ولا نديروا لك هادي. السلام عليكم، انا سميتي ماجده، انا ديجا خرجت في منابر اعلاميه. انا القصه ديالي هي ان الوالده ديالي مريضه بالسرطان، و زيك اسمحوا لي كنهضر كتشدني الدوخه، لما كنتعصب كنتعصب اختي كتشدني الدوخه. ماما مريضه بالسرطان، والقصه ديالنا هي اننا دابا حنا جالسين غير عند الناس، ما عندناش دارنا، كنا كاريين، ولكن بحكم ان ماما مريضه بالسرطان ما خلصناش الكرا، جرى علينا مول الدار. وراه دابا الناس اللي كيشوفوني راه يقدروا يعرفوني لحقاش بنت في بزاف ديال المنابر الاعلاميه. انا ما كرهتش، انا ما عنديش كيفاش ندير. انتوما كيف ما كتشوفوا ماما مريضه بالسرطان، شكون غادي يعالجها؟ فين غادي نديها؟ انا ما يمكنش ليا نخدم، انا ملي غنمشي نخدم معها ما غنخلي ماما. راه الناس اللي جالسين معاهم حتى هما راه غير السيده امراه كبيره مريضه بالسكر وولدها، هادشي اللي كاين، يعني ماما ما كاينش معها من تبقى. انا دابا في واحد الحاله كيعلم بها غير الله، ميمكنش ليا نمشي نخدم. الا مشيت خدمت، انا مشيت غير نهار قلبت على الخدمه غير نهار واحد، جيت لقيت بنتي تكركبات من الدروج من الفوق حتى للتحت، بيتها بها السبيطار الليل كامل، تصوروا غير السكانير اللي بغاو يديروا ليها، قال لنا خاصكم 800 درهم. انا منين غادي نجيب 800 درهم؟ يعني ميمكنش. واش عباد الله شنو واش نخرج للفساد؟ راه ماشي كتشوفوا راه البنت كتماكي ولا كتلبس تقولوا راه فاسده، راه ماشي اللي كدير الماكياج ولا كتلبس راه كتسمى راه فاسده. واش نمشي انا كنت خرجت وقلت بغيت نولي راقصه، بغيت نولي هذه، ولكن علاه وديت ماما باش تعالج؟ وديك الكلمه ديال راقصه ما فهمتش، ديك الكلمه ديال راقصه خداوها الناس بواحد المفهوم اللي غلط بزاف. راه ماشي راقصه صافي راه غنفسد ولا غنبيع لك الحمي. شحال من واحد لدرجه انني النمره ديالي بدلتها، شحال من واحد مني سمعني باغا نولي راقصه كيصيفط لي تصاوروا عريانين في الواتساب، كيصيفط لي انا خويا هاد الناس ما بغاوش يتفهموا ليا، ما فهمتش. هل كيصيفط لي تصاوروا عريانين؟ هل تيقول لي صيفط لينا تصاورك عريانه عاد باش نصيفط لك الفلوس؟ بزاف اخويا، لدرجه انا دابا كناخذ الدواء ديال الاعصاب في طريقكم. عباد الله راه باقي قسما بالله العلي العظيم باقي شي واحد يصيفط ليا ويقول لي اختي صيفط لنا تصاورك عريانين ولا صيفط لنا هذا، غنسجل الكونفرساسيون كامله وغنديها للبوليس. انا كون بغيت الفساد ما غنجلس حدا امي اللي مريضه، كراني خارجه للفساد. انا دابا ما تشوفوش فيا انا، ديروني انا ما كايناش. هاد السيده هذه عباد الله واش تضيع؟ فين تمشي هاد السيده اللي مريضه بالسرطان؟ احنا جالسين غير عند الناس، شحال قد هاد الناس يهزونا، وعندي تربيه بنت صغيره باقا تربيه، فين غادي ندير؟ كي غادي ندير ليها؟ فين غديها؟ فين غادي ندي بنتي وفين غندي امي دابا؟ انا ما فهمتش واش نخرج. راه هاد السيده خاصها تعالج، راه هاد السيده خاصها مسكن لائق، راه حنا كل مره عند الناس في شكل، ما عندنا لا دار ما عندنا حتى شي حاجه، فين غنمشيو؟ سخفت انا والله. والله خاطر ما تعصبيش، خاص هضر شويه بين ما سرحت لحقاش تعصبت. السلام عليكم. روتي شويه لا قديتي. السلام عليكم. وشوفوا من الحال على وجه الله، على وجه سيدي ربي، راه ما يدوم حال. عارفين نسكن والامر بيد الله، عارفين نبقى مستوره تمشي عبد الله، امر ربي ما يخيبكم. بغيت غافي نبقى مستوره انا وهاد الدريه وبنيتها،
يدي مول الأمانة أمانته، الله يلاقينا في الجنة والدنيا غادية فايتة. سادات كفاية الخير أولدي. ولا خوش لا بزاف، قسما بالله هيتا بزاف، راه حشومه عليكم، راه حسبوه حسبوه، واحد الانسان ملي تشوفوها خارجه ربي اللي عالم بيها، ما تقولش قولوا ليها الا بغيتينا نعاونك صيفط لنا تصاورك عريانه، الا بغيتينا نعاونك ديروا ليك هادي ولا نديروا لك هادي، حسوا واحد شويه بالانسان. كاينين كاينين الناس الحمد لله مازال فيهم الخير، مازال قلبهم فيه الرحمه، تعاونوا معانا قدروا انهم يوفروا لماما الدواء والكرا لواحد الشهور، ولكن دابا احنا صافي خرجنا مول الدار، وغنقولها ونعاود نقولها بالنسبه للناس اللي تيقولوا لي سيري تخدمي، راه ما يمكنش ليا نخدم، لانني الا خدمت ما كاينش مع من تبقى ماما، وما كاينش مع من تبقى بنتي اللي في عمرها عامين. انا خرجت خدمت نهار واحد تكركبت ليا بنتي من الدروج، بيت بالي الكامل في السبيطار لدرجه فلوس سكانير ما لقيتش باش نديرهم ليها، وطلبت الناس الحمد لله وقفوا معايا في السبيطار ملي درت لها سكانير لقوا بان الدم مجموع ليها في الراس. يا دابا هاي خاصها الدواء، خاصني انا براسي خاصني الدواء الاطباء النفسانيين. انا ماشي مشكل، انا كنشوف الدواء ديال ماما اللي مريضه بالسرطان، كنشوف حالتنا اللي كل مره فين، شحال قد هاد الناس يهزونا، حنا دابا ما عندنا لا دار لا دواء لا حتى شي حاجه، ما عندنا حد في الدنيا هادي، فين غادي نمشيو؟ واش نخرج عباد الله؟ واش بغيتوني نخرج شي شي حاجه ما كايناش؟ انا ما فهمتش، كيشوفك بنادم بحال هكا كيقول لها كتخرجي تفسدي، راه كتخرجي، ما تقولش تحكموا على الانسان، شفتوني شفتوني كنفسد؟ انا كنهضر غير شويه كنتعصب، قسما بالله كنهضر شويه كنتعصب. داك النهار خرجتي صغير محروقه ثاني انت. داك المره خرجت ندفع السيفيات نقلب على خدمه، جيت لقيتها كامله تكفح على اتاي تحرقات من رجليها، دابا خرجت نقلب على خرجت نخدم جيت لقيتها طاحت من الدروج، راه ما يمكنش اخوتي نخرج ونخلي بنتي انا مع ماما، راه ماما براسها خاص اللي قابلها، احنا دابا هاد الناس براسهم اللي بلاتي غنقول نخرج نخدم ونخلي ماما وبنتي مع هاد السيده اللي حنا جالسين معاها، هاد السيده براسها فيها السكر، اللي حنا جالسين معاها فيها السكر مرا كبيره، راه كلهم خاصهم العنايه، راه ما يمكنش، راه حتى انا راه ما كرهتش نخرج نخدم، ما كرهتش شي حاجه اللي زوينه، ولكن حتى حنا راه كنا بخير الحمد لله، كانت ماما خدامه علينا عايشين واحد الحياه اللي زوينه، ولكن راه الدنيا كدور والاحداث كلشي كيتقلب. الرساله ديالي لدوك الناس اللي كيبقاو يتصلوا بيا كيبغيو يستغلوني، الله يرحم لكم الوالدين، الله يعطيكم الستر، راه انا ما باغاش الفساد، ما عرف نقولها بشي لغه، راه كون بغيت الفساد انا ما غنجلسش في دارنا، راه غادي نخرج ما نعرف شنو ندير، راه انا ما باغاش الفساد. واخر حاجه غنعاود نقول قسما برب الكعبه، ويصيفط لي شي واحد شي حاجه يتنشد الكونفرساسيون كامله، وندي داكشي للبوليس وندي الرقم ديال التليفون ديالو للبوليس، لحقاش انا هادشي بزاف، راكم ها نتوما علاش وصلتوني الاعصاب، ها هو هذا ديال اعصاب القلب، عاد هذا اعصاب المعده، راه بزاف. الرساله ديالي الاخيره للمسؤولين اللي كيشوفوني، الله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل عليكم، راه ما عندي حتى شي واحد في هاد الدنيا انا وامي وبنتي صغيره، فين غنمشي وعباد الله، راه غادي وراه غنحماق، احنا جالسين دابا عند الناس فين غادي نمشيو؟ وحنا فين غنمشيو دابا؟ حنا جالسين عند الناس امي ها هي كتضيع بمرض السرطان، فين غادي نمشيو يا عباد الله؟ فين احنا اليوم جالسين عند الناس دايرين فينا خير، وغدا فين غنمشيو؟ وبعدو فين غنمشيو؟ ومعايا بنت صغيره، والله كون كنت عندي كيفاش ندير نخدم تمشي نخدم، الله يسهل عليكم، راه الدنيا فايته، راه اللي كيدير شي خير مع الله راه كيلقاه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.